قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلتنا حقيقة رسالة من إحدى الأخوات تقول: فضيلة الشيخ صالح، ما نصيحتكم للأخوات المشتركات بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه الأخوات أو يصفن حالهن بالمطلقة والعزباء والمتزوجة، لأنها تريد أن تجلب الانتفاع في هذا التواصل بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، فيها شرور كثيرة وفيها أخطار عظيمة، وهي وسيلة لنشر الشر والكذب والترويع، فالمسلم يتجنبها ويبتعد عنها، ويحصل التواصل بغيرها، بالجوال، بالتلفون، باللقاء، وغير ذلك من الأمور التي يحصل بها المقصود ولا يحصل منها مفاسد. نعم.